السلام عليكم. المقابله كانت يعني كانت دريم زين تبارك الله، وكانوا غيابات كثار على حساب امكانيات ديال الفريق، كيسالوا شي بريم ما جاوش، ولكن عندنا شوف بريم مزيانين وكانوا رجال مزيانين تبارك الله، وفريق يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. كنتمنى ربي ان شاء الله الدعم ديال المدينه هذا الفريق يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. الطموح ديالنا حنايا نتكلاسو في بروميير ان شاء الله، ولكن دوماج خاص المدينه تعاوننا اصلا امكانيات عندنا تبارك الله فرقه مستوى كبير، والدراري اكثر يا ولاد 2001 2002 الدراري شبان تبارك الله، ونتمنى ربي ان شاء الله يكون خير ونقول الكلمه ديالنا اقرب ان شاء الله. ولنا بسم الله الرحمن الرحيم، كما شفتوا المباراه كانت شويه مع المتصدر، كانت شويه مباراه شيقه، والحمد لله قدرنا ننتصروا بجوج الاهداف الواحد الحمد لله، واخا بالرغم من كاع المشاكل اللي تعاني منها الفريق من ناحيه سواء من الناحيه الماديه او المعنويه، وغياب بعض العناصر الدراري كاملين اللي بداوا معنا العام، فالحمد لله هذا الانتصار هذا تنهديه للجمهور تاع مدينه بيوره، وتنشكروا المكتب على المجهودات اللي تيدير، وتنتمنى من الناس المختصه انهم يوفروا لنا واحد الارضيه باش نقدروا نمارسوا الكره اللي تنعرفوا، فالشباب اللي تيخرجوا لشي تيران يكون سانتيتيك، فتما تتبان القيمه ديال ولاد بيكوره. والحمد لله هذا الانتصار كما قلت لك جا بثمره مجهود كاع الدراري، لا المكتب لا كاع الدراري تقريبا كاملهم تقاتلوا، بالرغم حنا ما تنترينيوش حيت ما مفراش الاضاءه في التيران كما تتعرفوا، كاين اللي خدام كاين اللي تيقرا، فهذاك الوقت فاش يتجمعوا الشباب داك الوقت فاش يتجمعوا الشباب ما كاينش، فهذا ميساج تنبغيو نوصلوه لجميع لا داعي لذكر اسماء، جميع الناس المختصه باش يوفروا لنا واحد الارضيه باش نقدروا نمارسوا الكره اللي تنعرفوا ان شاء الله كما تيعرف الجميع، فحنا تنلعبوا ماتش بار ماتش، فكنا في الاول غاديين مزيان، من بعد وقعوا شي مشاكل، فالحمد لله نقدروا يلا بدا مرحله الاياب نقدروا ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نشكرها الجمهور ديش كان يساندنا حساد نحقق الفوز يفول كيما راه سيزن الزكيز هاج سيزن الزكيز مرحله الاياب صرحت له، اشكر الطاقم التقني التقدم، اشكر السي مدرب منتصر البيض، اشكر الدراري غسد قدمني هذه المباراه اللي كان زعما رغم المنحه ولا لا رغم المشكل المسائل ورلاند راح وفر المشكل المسائل، ولكن الدري لبى النداء واش كان علاش في تونياد باش بيبرا نرتو فلا غايدا تايلان مستقبلا ما غاينا كيزي لنا طموح انها نرى اهلي نطلب المسؤولين حكا دعم غايدا نسجل المسؤولين حكا دعم الدري طلاغي تبارك الله طاف المؤهلات اللي راه وعليه ما حرن بيت ايوا نطلب المسؤولين دها وفر المسائل غايدا تايلان. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.